انا ما ابغى ارميهم كلهم مع بعض. تعب بصراحة. السلام عليكم، دوبني خرجت من النادي، شوفوا مين صادفت. فهد سال ومحمد مكي اعتقد. كيف حالكم شباب؟ لا فهد سال ولا محمد مكي. لا يا شيخ. بتمزح؟ لا انا شفتك من اول. لازم يكون نفس المدرب. انت فهد سال؟ لا انا اللي مرنت فهد سال. مدرب فهد سال. معليش طيب هذول على فكرة طراد سندي ومدرب طلع في فيديو مع فهد سال، شفتهم في النادي وحبيت اضحك عليهم شوي. Today is Monday and I'm dressed up as a designer as you can see. Today is career day. هلا هلا ما شاء الله تبارك الله اهلا. كيف شفتني في المرايه؟ كيف كانت المدرسة؟ كويس. بركب لهم سلة صغيرة في البيت. الكورة كانت حتضربني. يا سلام. أنس يوسف يبغى الكورة. شوف كيف يشرد بين أنس. شوف. Did you know when we go to Ruan Maktabat Water Park, can you come with us? With us, please, please, pretty, pretty, please. Okay? الحمد لله قعدت أسبوع تقريبا أجهز له اللابتوب حقه، واللابتوب حقه جديد، يعني نزلت كل البرامج اللي أحتاجها في اللابتوب هذا، وشلت البرامج حقتي وال إيش اسمه ملفاتي الشخصية، سو عملت له باك أب وسويت ري انستول ويندوز. مبسوط أنس؟ هو بس يبغى اللابتوب عشان يلعب ماينكرافت الظاهر صح؟ قلت له لا، لازم تتعلم كيف تستخدم فوتوشوب، تصمم برامج، ويب سايتس صح؟ يلا انا طفي ماينكرافت. ايمان ايش هذا؟ فلوس. شنطه ايش فيها؟ فلوس. فلوس كم فيها؟ خمسة وخمسة وثلاثة وواحد، يعني 14 ريال؟ 14 ريال صح؟ ما شاء الله تبارك الله. السلام عليكم، كيف حالك؟ ايش اخبارك؟ عادي اصورك تطلع في اليوتيوب؟ ما شاء الله، كيف حالك؟ انس ايمان تعال سلمه. سلمه اصيل انس ايمان يوسف. هذا ما شاء الله يمكن له 3 4 شهور بيحاول يقابلنا. الله يعطيك العافيه. يبي يعطي انس ايمان هدايا صح؟ كم شهر؟ كم شهر بتحاول تقابلنا؟ شهرين اكثر. كل اسبوع يمكن يتصل علي ويراسلني بس ما قدرنا نتقابل، فالحين اول مره نقابله. يعطيك الف عافيه، يعني جزاك الله خير، ما كان تعبت حالك. ايش تقول يا انس ايمان؟ شكرا. ما شاء الله والله طيب، ما يبغى اي حاجه منا، بس يبغى يعطينا الهدايا ويمشي، حتى ما يبغى يتصور كمان. سبحان الله، انا قلت اقل شيء يبغى يتصور. يعطيك الف عافيه. شكرا، الله يوفقك في الدنيا والاخره. شكرا. شوف يوسف هو يقول لي ايش يبغى يتفرج على اليوتيوب. يوسف اسمع، تبغى تتفرج ويلز اون ذا باس؟ اوكي ويلز اون ذا باس؟ نو نو. ايش تبغى طيب؟ بير ويلز اون ذا باس ولا رو 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 يو بوت؟ نو لا. ها ماني فاهم. يحاول. بعض الأحيان نضطر إنه نحط شيء على الآيفون حتى يقعد ساكت يتفرج وإحنا بناكل بدون ما يزعجنا. تبغى باستا من عندي؟ أوه أوف. بزام انس. انس بتخبى على ايش؟ لا لا
جاهزين تاخذ الهدايا؟ ايه. هذا حق انس. Little thing from me, hope you like it. ما شاء الله تبارك الله. الله يعطيك الصحة والعافية أصيل. I love this so much. You love it? Yeah. وأنا عنده puzzle 3D ما شاء الله. شوفوا المطر سبحان الله بجدة دوبني طلعت أطفالي من المدرسة وهنا سبحان الله. يوسف دحين ما يبغاني يشيله. يزعل. امسك يدي يوسف. شايفين المبنى هذا؟ هذا اطول مبنى في العالم يقولوا لم يخلص. سمكة. لقينا حديقة هذه في هذا الحي. وقفنا و قابلت انا واحد ما شاء الله بيتابعنا انا كانت عندي تقريبا 500 مشترك فارس وعبد الواحد اخوه اخوانه ما شاء الله الله يحفظكم شكرا لدعمكم لنا متابعتكم لنا الله يحفظكم اشكركم جميعا على متابعتكم ودعمكم المستمر لنا وشكر خاص للناس اللي بتتابعنا من زمان لما كان عندي اقل من 100,000 مشترك وانهي هذا الفلوج بمقولة من الملاكم المشهور محمد علي الذي لا يملك الشجاعة الكافية لتحمل المخاطر لن يحقق أي إنجاز في الحياة يعني لازم تبني الشجاعة في نفسك وتخاطر حتى تنجز في حياتك يلا تشوفونا في الفلوج الجاي إن شاء الله مع السلامة